قضية الشهر. المهم المزابيه اختي مشى هنا الصباح خدا لي هنايا الحيمات وشويه ديال الكفته وشويه ديال المرقاس. تقريبا انا غادي نشارك معاكم يعني كيفاش كنقتصد هكا وكندوز الشهر ديالي وكنشيط اختي شويه ديال المصروف. المهم خدينا هنايا هذه الا ما عندنا لا ضياف لا والو تبارك الله راه كافيان. 2 كيلو ديال اللحم، 2 كيلو ديال الكفته، هنا المرقاز السوسيط يعني كان باقي ليا تقريبا واحد نص كيلو ولا كيلو في الفريغو، خدا ليا هنايا غير كيلو. انا صايفته قلت له ها شنو تجيب، حيت انا كنعرف المزابي كون خليته على كاع غادي يجيب 5 كيلو من هنا و 3 كيلو من هنا. الصباح ما قديتش انا نخرج، البارح كنت باغا نمشي ما قديتش نمشي، راه الصوت ديالي غادي يبان لكم. قلت له تجيب لي 2 كيلو ديال اللحم، 2 كيلو ديال الكفته، كيلو ديال المرقاس، ما تدور لا هكا لا هكا، وشويه ديال الزيتون. جاب لي شويه ديال الزيتون مشرمل اش صافي. بالنسبه الا ما كانوا لا ضياف لا والو يعني انا وليداتي راه كافيانه هنايا تبارك الله، حيت نهار كديري لحم، نهار كديري دجاج، نهار كديري العدس، نهار كديري لوبيا، يعني ماشي السيمانه كامله كتاكلي اللحم. يعني اللحم تقدي تاكليه مره في السيمانه، دجاج او ثاني اليوم الحيمه بعد عديسه بعد دجاج، فهمتي؟ كتبقاي غدا هكا باش اول حاجه كتقتصدي كتسيري المصروف ديالك، حيت ربي الحبيب راه ما كيبغيش التبذير. حنا راه ما كنبدلوش انك طيبي وتلوحي في حاشاكم في سطال الزبل، ما عنديش، كنحاول انني نمشي على قدي. فحال هاد الحيمات انا قسمتهم وغادي نطيب منهم اليوم الكسكسو، واللي بقى غادي نديرو في فريغو 2 طريفات ولا طريف راه كافي. وليداتي ما كياكلوش اللحم، كنكون انا والمزابي واخا كتكون معايا ماما مع المرض ديالي، يعني ممنوع ما كتاكلش اللحم، ما كتاكلش غير الخضيره. واخا كنطيب الحيمه ما كتاكلهاش، كتاكل غير الخضيره. هنايا المزابي راه مشى دار لي قهوه، شافني اختي كنضرب التمر مشى يدير لي قهوه. صافي بالنسبه للكفته كنقسمها وكنديرها في الميكات كيف ما شتو الكفيتات وصافي، وكنخشيها هكاك في الكونجيلاتور. ملي كنبغي كوره اما نطيبها كفته مع البيض ومطيشه ولا غادي نعمر بها شي حاجه، كيكونوا الكويرات هكاك على قدنا، فهمتوا؟ بحال دابا قولي كندير رابعه هكاك في الميكا. صافي هنا دست اختي السوسيط ولا المرقاس، كنلويه هكا، كنلويه هكا باش كيسالي عليها، حتى الا بغيت نقليه المهم كيجيني ساهل هكا، كيجي مزيون. اكثريه دابا ما كنستهلكوش المرقاس بزاف، وقتاش انا كنستعمل المرقاس بزاف كنستهلكو في الصيف كنشويه، انا عزيز عليا المرقاز مشوي. بحال دابا كنديرو لهم هكا غاتان ولا لا كتشي نهار مدروكه وما لقيت زعما باش نقضي، كنجبد هاد شويه ديال المرقاز من الكونجيلاتور وكنطيبو هكا لوليداتي. يعني انت اللي خاصك تكوني في كوزينتك، انت اللي كتحكمي فيها ماشي هي اللي كتحكم فيك. صافي اختي غادي نديرو هكا ونخشيه في الكونجيلاتور اختي، وهذه هي تقضيتي ديال الشهر بهاد 2 طريفات ديال اللحم اختي. غادي نصوبو اختي قصيعه ديال الكسكسو وتكون من داك الشهر فعلي. وحي اخوتي الحيمات من بعد ما غسلتهم لحوم لي اختي في كوكوط. بزاف ديال البنات الجزائريات ولا من دول اخرى كيقول لك اوتر ما كتشاركيش معنا الكسكسو كامل، بغينا المراحل ديالو. اليوم اختي غتشوفي المراحل ان شاء الله، غير هو حبيبه كنحط لك فيديوهات مقسمه. هنايا صافي درت البصيله ديالي مع مطيشه، هو الكسكسو صراحه كيسرعوا اللحم ما نكذبش عليكم، كاين اللي كيبغيه بالدجاج، كل واحد على قد الاستطاع ديالو. صافي درت مطيشه واحد البصل كان شاء الله دوم، درت هنا الملحه، درت دامه ديال البقري ولا دامه ديال الغنمي، المهم انا كندير فيه دامه، بغيتي كبيده ديريها ديريها، ما بغيتي ما ديريهاش. درت الابزار، كندير اختي هنايا السمن، غادي نديرو شويه ديال الخرقوم وشويه ديال السكينجبير. انا البنات كندير واحد الطريطيقه ديال الملون، حيت داك النهار قلت لكم الخرقوم بوحدو يعني ما كيصفرش ليا، وانا ما عزيزش عليا اختي الماكله بيضه، بخصوص في الكسكسو ولا المرقه ما كتعجبنيش بيضه. كان انتما طريطيقه غير باش كيتبدل ليها اللون. اصلا اختي السموم راه كطيبه اختي، ملي كتفوت واحد درجه الحراره راه كلشي اختي كيطيب. كندير اختي زويته بلي زويته روميه، هنا زويته كنشاطط ليا من الفطور اختي، ما ضيعش نديروها اختي في الكوكوط نطيبوا فيها. هنايا غادي ندير الزيت الروميه مع السمن، وغادي نديرو اختي تقلى ليا هنايا فوق البوطه مع شويه ديال الماء. صافي دابا من بعد ما تقلى انا كنضيف ليه الشو، حيت كيش طيب كنضيفوه في الاول مع الحيمه. من بعد ما تقلى ضروري اختي تقلى مع شويه ديال الماء في داك العطريه باش ما يجيناش اختي اللحم باسل. وراه ضفت البنات شويه العطريه ديال اللحم هذيك اللي جبت من المغرب مع عند عبد اللطيف اللي كاينه في قصيره جميع واعره البنات. صافي غادي نسد على الكوكوط ديالي، غادي نخليها طيب نص طيبه عاده باش تتابعوا معايا الفيديوهات الجايين باش نلوحوا الخضيرات ديالنا. المهم طريقه مفصله غادي نشاركها معاكم ان شاء الله. ما فهمتش اختي نحط الحاجه ما نلقاهاش، ونحطها يا عباد الله ما نلقاهاش اختي. انا معات ولاو ساكنين معايا المسلمين اختي والله العظيم، ولا الله اعلم الله اعلم.
نحط اختي الموسمه، نلقى قشره هاد الخضره ما عرفت فين تزوطات هذيك باينه هذيك لا حاليا يعني في سطح الزبلت صدقت بهاد المساعده فرع يدي. مشيت الاكسيون شحال من مره وكنساها، اطلقوا عليا اختي من كل جهه، الزهايمر والمسلمين الروينه يا اختي الروينه. المهم اختي كنقشر هنايا في الخضيره ديالي، ودابا رد البال قال لي مزابي اه نجي عاوتاني نلقى داك اليدين كلهم عاوتاني مشقفين. واش اختي كضربي بالماس ملي جا في يدي كله مفلعين هكاك. هو المهم اختي اولدي كنقشر اختي خضيرتي هنايا باش نقاد الكسكسو راه عندي كيطيب اختي. راه شوفي انا غادا معاك دقه دقه باش ما تجي حتى وحده تقول لي شنو درتي ورا الكروم، شنو درتي ورا الكروم راه اللحيمات راهم كيطيبوا. دابا اختي غادي نضيف عليهم خيزو واللفت، فهمتي كنضيف خيزو واللفت من بعد ما كيطيب لي اللحم نص طيبه، حيت خيزو واللفت خفان زربان كيطيبوا، مازال لي شو كيشد شويه هنايا الطياب صافي. أه بالنسبه للكسكسو ديالي راني غسلته البنات، راه ديجا شاركت معكم الطريقه، ما بغيتش عاوتاني نعاودها معكم اليوم. غسلته دهنته بزويته، غسلته راه عندي كيقطر هنايا. انا حبيبتي غاده معاك، ها هو الكسكسو اختي دابا من بعد ما نشف كنعاود ندير ليه واحد شويه الزويته، راه كيتفك لينا البنات بكل سهوله بكل سهوله، ما كيتلصق ما كيتعجن. اون بليس كندير هذا الكسكسو ديال فرنسا، يعني ماشي كسكسو داري، كندير هذا فيريرو. صافي غادي ندهنو هنايا وهو كيشرب دغيا دغيا، عرفتي دغيا كيشرب، ما تخافوش منه كيف ما قلت لكم. والكسكسو البنات غير زعامه غير زعامه، الا كنتي زعيمه راه الكسكسو يخاف منك والعطريه تخاف منك، ماشي اختي انتي تخافي منهم. صافي هنايا دابا غادي نسد على نحل على الكوكوط ديالي اللحم واللي الشوا وما طابو لي نص طيبه. دابا كنضيف ليهم خيزو مع الفيتات هما مغسولين لهنايا صافي، وغادي نطلع عليهم الفوره. الفوره الاولى بالنسبه للكسكسو، لا كسكسو داري ولا هذا فيريرو، رانا كندير ليه هنايا غير جوج ديال الفورات، يعني با بلوس جوج ديال الفورات كافيه. السر اختي باش تسقي الكسكسو التفويره الاولى ناريه البنات، راه ما نقول لكمش هذا الكسكسو شحال كيجيبني، راه البنات جربوه وجربوه، اللي جربته تخلي اختي كومونتير هنايا. هنايا صافي هذه التفويره الاولى اختي، غدا معاك فيديو باغ فيديو، وسمح لي اختي تعطلت عليك ولكن رانا تغديت وتكيت. هنايا غادي نوريك باش غادي نسقيه، كنسقيها البنات بالحليب، بالحليب مع شويه ديال الماء، كنكثر الحليب وواحد الكويز الماء. راه البنات راه الحليب كيجيبو بنين بنين بنين، جربي شوفي الحاجه الا ما جربتيهاش عمرك يا الكبيده ما تحكمي عليها، تتاكليها وتذوقيها عاده باش تحكمي عليها. الحليب كيعطي واحد المذاق غزال، كندير الحليب مع شويه ديال المليحه ضروري. انا كما قلت لكم كسكسو كنديروا له غير جوج ديال التفويرات صافي. ها نتوما راه ما كيتعجن ما كيتلصق ما حتى شي حاجه، اختي اللي كيقول العصيده بارده يخشي فيها يدو. اختي خليني غير مع المغرف، والله اختي الا قديتي تخشي يدك في هذه القصعه هذه طايبه طايبه طايبه، كنبردها بعداك عاد باش نولي نحلو. اصلا هو محلول ما شاء الله، وداك الحليب كيعطيه واحد التعليكه في الكسكسو ديالك، كيجي معلك تلقيمه يا اختي كتجي مجموعه هي هذيك. شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي هنا، تبرد تبردت هنايا شويه. اجي تشوف ولدي اختي هرس ليا التيليكوموند، ايوا اختي اش غادي ندير مع السيانيس، هو اختي كيدور عدايا اش غادي ندير، المشاغب ولات اختي عندي مدرسه المشاغبين معايا نيس هنايا. صافي غادي نبدا نبرد فيها هكا صافي، راه درت الحليب درت كويس ديال الماء. صافي بارك عليه صافي. هنا دابا الكسكسو ها هو كيشرب ليا بعد ما سقيناه بالماء مع الحليب. هنا صافي غادي ندير القريعه ديالي، القرعه الحمراء صافي هي اللي كنطلع عليها التفويره الاخرى، مع كندير اختي انا واحد جوج بطيطات، انا عزيز عليا بطاطا في كسكسو وتوليداتي كيبغيوها. صافي هنايا غادي ندير شويه ديال المليحه شويه ديال البزار شويه ديال الخرقوم فوق القريعه، باش حتى داك القريعه كطيب لينا بنينه ما كطيب لينا شي باسله، كنديروا عليها شويه ديال المليحه هكاك من الفوق. صافي اختي وغادي نسد الكوكوط ديالي، وغادي ندير التفويره الاخرى غادي تطلع، حيت كتعرفوا القرعه الحمراء والقرعه والبطاطا يعني في ساعة خفن زربن غادي يطيبوا لينا الكسكسو. كما قلت لكم كنديروا له جوج ديال التفويرات، التفويره الاولى رانا سقيناها من بعد ما فار سقينا بالماء والحليب، وهذه التفويره اللي كنسقيو عليها المرقه ديالنا. اجي اختي تغداي مرحبا والف مرحبا، اجي اختي تاكلي معنا هاد القصيريه، الاخت اللي قالت لك اختي الصغيره اجي اختي تغداي، اجي اختي تغداي تاكلي وتوكلي وتدي معاك
تبارك الله. المهم صافي دزت انايا كنسقي اختي الكسكسو ديالي من بعد ما طاب. هنا المشاغب بدا كيبكي، صافي هبطت قلت له سير اخويا عند باك، صافي خليني نكمل انا الكسكسو ديالي كانت معايا ماما. المهم هذا هو الكسكسو يا اختي الرائع المعلق. اي يا اختي كسكسو معلق، عا شكون اللي كيعلقو داك الحليب اللي كنسقيوها به في التفويره الاولى. المهم انا شاركت معاك اختي بلا تقولي لي شكا وترفينا هو ما فينا هو، راه الفيديو اللي قبل من هذا وريتك الطريقه التفويره الاولى التفويره الثانيه. المهم شاركت معاك المراحل ديال الكسكسو من الاول حتى الاخر. ديما كنقول لك ملي كنكون غير انا والمزابي كندير غير داك الطبيصل، ملي كيكون معنا الزايد وكاين الكسكسو بزايد هاك كندير هاد القصيريه هذه اختي باش ما تبقاش تعيريني تقولي ويلي ما عندكش القصيريه ما عندكش. المهم صافي اختي شنقول لك، جات واحد القصيريه هي الكبيدات ما شهيتكم بالحمام صاد ديالها بالفيتات بكلشي. انت كتشوفي اختي على عويناتك. المهم انا راه داكشي اللي كيطيح هدايا كنديرو، ما عنديش معاك ترد زعماك زوق من هنا زوق من هنايا. خيزو انا كنقاد فيه البطيطات، ها هو ضروري انا كتعجبني البطاطا هنا في الكسكسو حتى وليداتي كيبغيوها. صافي اختي ودزت هنايا رويتو، ما كيعجبنيش انا الكسكسو عاوتاني مسقي بزاف، انت كتاكليه والمراقي هو هذا في الجناب، لا يكون هو هذاك بينو بين، وكنحط المريقه في الزليفه اللي بغاها راه كيدافي. واختي بصحه غداكم. غادا اختي خارجه هنايا اختي، قبل ما نخرج اختي نتريح، غادا اختي نشرب كويس داتاي معروض اختي على كويس داتاي. المهم الزينه ديالي اختي قبل ما نخرج نتريح، بعدا قولي لي كي جاتك هنا هاد الكسيوه هادي ديال شي انت هي اول مره غادي نلبسها. المهم الا بغيتو الريفيرونس ديالها خليوه لي اختي نحطو لكم من بعد ان شاء الله. المهم اختي اش كيبان لكم اختي البارفان ديال شوغان هادي، راها شانيل البنات عارفين شانيل الثمن ديالها، وفي شوغان الثمن ديالها كي داير يعني نفس 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 الريحه. المهم الكبيدات ديالي انا جبت لك اختي فرصه عمل، اللي بغات اختي اللي بغات تخدم في شركه شوغان سالير كضربي فيها اختي، الارباح كاينين، المبيعات كاينين تبارك الله، خاصك اختي انت تكوني مجتهده. المهم هنا كيبان لكم تيك توك ديال يا اختي جي فاتني الكحه عيني غيخرجوا من بلاصتو. المهم كبيدات هنايا غادي نعطيكم النمره ديال انيسه، وكيبان لكم هنا التيك توك ديال انيسه اللي بغات اختي تخدم في شركه شوغان، شركه حقيقيه ارباح حقيقيا، تقدي اختي تدخلين بين 2000 3000 4000 ديال الاورو يعني حسب انت والخدمه ديالك. انا ما كنقولكش غير تدخلي هذا المونطو هذا شهريا، خدمتي بزاف راه كتخلصي بزاف، خدمتي شويه راكي كتخلصي شويه، بعتي بزاف كتخلصي بزاف. وعارفين بان الارباح كتبدا ب 50% مع شركه شوغان، لي برودوي حقيقيين هانتوما كتشوفوهم هما هادو. هنايا ملي كيصيفطوا لك الكتالوج ديال جميع لي بارفان ديال لي مارك العالميين، جوست كيتبدل فيهم غير لومبالاج. مثلا كتعجبك شانيل راه يصيفطوا لك شانيل غير هي في هاد لومبالاج هذا، كيعجبك ديور كتعجبك إيف سالون غو ليبغ اي حاجه كتعجبك راها عندهم هنايا في الكتالوج، فيهم لي بارفان ديال الرجال العيالات لي بيبي، و اون بليس عندهم لي برودويات ديال الدار. يعني شوغان راه بلا ما نهضر لكم على ناشي، شوغان ولات شركه عالميه الكبيدات. ها نتوما لي بارفانات ديالهم واعرين البنات، شي حاجه ديال الطوب ديال الطوب. شوفي لي اختي انا واخا كنخلط اختي الروائح عزازين عليا، ما يمكنش اختي ما دوزيش بشي واحد وما يسولكش على هاد لي بارفانات هادو. كاينين هادو اللي داري اختي راه كتشدني واحد الكحبه كنبقى نكحب حتى عيني كيبغيو يخرجوا من بلاصتو. المهم صبري راه كامل مجروح. هنا كاينه ديال باكارا غوش، كاينه هادي البيضاء، وكاينه هادي ديال الرجال، هادي ديال يا ربي الحبيب نسيت لي سميتها راس ديال غادي تبرع، هادي ديال الرجال واعره البنات، هذه كيديرها المزابي عرفتي ريحتو كتبقى كتحمق وكتبقى لاصقه في الحوايج. هاد لي بارفانات كيبقاو لاصقين في الحوايج البنات 48 ساعه. زيدك لي كريمات اللي عندهم واعرين، يعني عندهم منتجات اللي واعرين. راه ديجا بارطاجيت معكم الكريمات، بارطاجيت معكم لي جيل دوش كندوش بهم دابا قسما بالله الا الريحه كتبقى في اللحم ديالك غزاله. لي جيل دوش ديالهم عندهم لي شامبو، عندهم لي بيجو، عندهم كلشي نضاضر، يعني تقدي تخدمي في داكشي اللي بغيتي، اللي بغات تدخل
تخدم مرحبا، واللي بغات اختي تدخل تقدا هاد لي برودوي هادو تشريهم مرحبا. يعني الريحه عاد ما تشريها مثلا 120 الاورو ولا 300 ولا 400 الاورو، يعني عندهم ديما كتاخدي نفس البارفان اللي كيبيعوا لك في سيفورا كتاخديها من عندهم يعني بثمن ديال 30 ديال الاورو. راه خبار فراسك البنات. هنا لي كاتالوج انتي كتشوفي ما شاء الله، يعني تقدري تخدمي في هادشي هذا كامل. عندهم لي برودوي ديال الميناج، عندهم ها لي بارفان، هادي ديال باكاغوج ها هي، هادي كدير عندهم 52 اورو، حيت هادي الثمن ديالها تقريبا شي 400 اورو كدير في لي ماغازا. انتي شوفي اختي كاتالوج، اصلا الشركه اللي ما عندهاش كاتالوج ما عندهاش برودويات، ما تدخليش اختي تخدمي معاه، ما تدخليش تخدمي معاه. هنا بالتسجيل كتدخلي كتسجلي معاهم 120 الاورو، يعني كتشري لو سيت ديالك من 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 شهر كل راه تبداي تخلصي، يعني على حسب المبيعات ديالك على حسب ليكيب ديالك. المهم انا غادي نعطيك النمره هنايا ديال انيسه، دخلي اختي تواصلي معاها في الواتساب، قولي لها من طرف كوثر راه غادي تدخلك الاجتماع وغادي تشرح لك كل شيء من الاول حتى الاخر. المهم اللي نقول لك اختي المانيا المانيا، هاد الزمان هذا يد وحده راها ما كتصفقش. نمره انيسه كاينه هنا في فرنسا بالنسبه للشوغر، يعني العالم كله يقدر يخدم صوف المغرب، المغرب باقي ما داخلش، والدول الخليجيه مي بلجيكا ايطاليا سبليون هولندا يقدروا يدخلوا اختي يخدموا في شوغان. هي راه كاينه هنايا في فرنسا، الناس المغرب لا 00 33 7 49 96 89 40، 00 33 7 49 96 89 40. غادي نخلي لكم النمره ديالها حدا الاشتاغات، اللي بغات اختي تدخل تاخذ هاد لي بارفانات هادو، ولا اللي بغات اختي تدخل تخدم وتربح اختي مصاريف على راسها.